يخص منع التصوير، عندنا واحد العلامة ديال استفهام كبيرة اللي كنطرحوها، هو أننا ملي كندخلوا للمستشفى كنتفاجئوا ولا كنكتشفوا أن مستشفى محمد الخامس بأسف يمنع التقاط الصور ويمنع التسجيل، والأكثر من هذا هو أنه داير واحد اللوغو، واحد الصورة ديال منع الهواتف الذكية. فصراحة هذا كنحسوا أنه فيه واحد النوع من الإجحاف، وفيه واحد النوع من الشطط اللي غادي تستعملوا الإدارة ديال محمد الخامس في وجه الساكنة. لكن هنا العلامة ديال الاستفهام اللي كنطرحوا ومعها علامة ديال التعجب كبيرة، شنو اللي غادي يخلي المصالح والإدارة ديال مستشفى محمد الخامس أنها تمنع التصوير؟ فهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن المستشفى ما بغيش الفضح ديال ما يقع خلف الأسوار ديال داخل الأسوار دياله. فداخل الأسوار كما قلنا هناك مجموعة من الخروقات، كاين ما كنلقاوش الموارد البشرية، كاين الأخطاء الطبية، كنلقاو ابتزازات، كنلقاو رشاوة بالجملة، كنلقاو فساد ينخر المستشفى، وهذا ما يدفع بالمستشفى الإقليمي أنه يمنع، وأنه في أكثر من مناسبة كيصادر للكاميرات أو للهواتف الذكية ديال الناس اللي وثقوا بعض المشاهد. في حين أن الأصل لو أن المستشفى كان يدعي النزاهة ويتبنى المقاربة ديال النزاهة وأنه يكون موضوعي، كانت الإدارة ديال المستشفى غادي تتحمل المسؤولية وغتقول نعم خلي الناس سيدي يصوروا اللي تبت في حقه فساد ينبغي أن يقدم للمحاسبة، لأن المنع ديال التصوير راه مجحف، وهذا إجحاف في حق، أولا في حق الصحافة، لأن أنك تمنع بصفة عامة، واش صحفي إلا بغى مثلا يعد روبورتاج معين واش حتى هو غادي يتمنع من أنه يمارس المهنة ديالو اللي كتمارس في جميع الإدارات العمومية، مع العلم أن القانون المنظم، مع أن القانون ديال التصوير اللي كان تار واحد الضجة في سنة 2018 وتبعته واحد المجموعة ديال التوضيحات ديال النيابة العامة ديال النائب العام للمملكة المغربية، وخرجوا قوانين كثيرة وتوضيحات كثيرة على الخلفية ديالو، كتبين أن المنع ديال التصوير ما كيكونش ما كاينش منع لا في الأماكن العمومية، إلا كنتي في مكان عمومي فلا شيء يمنع من أنك تصور، والمنع يقتصر على ما هو شخصي، أنك تصور مواطن أو تصور مسؤول في مكان خاص، أو لا أنك تصور إنسان ذاتي شخصية ذاتية ترفض أن يتم تصويرها. أما ملي كنهضروا على مستشفى إقليمي اللي هو مكان عمومي فضاء عمومي، فما الذي يمنع؟ لأن إلا خدينا الشرطة مثلا، الآن إلا كان الشرطي الآن ديال المرور هنا، ما الذي يمنع أنه أن يتم تصويره؟ لا ما كاينش فرق وما كاينش مانع، لأن السرية أو المنع ديال التصوير كاينة للشرطة القضائية. لماذا؟ لأن الأبحاث ديالها والتحقيقات ديالها تلفها السرية، فبما أن الأبحاث ديالها ما تعطيك لهذا المثال كتلفها السرية فيمنع أن يتم التصوير. لكن مني كنقول أنا مستشفى إقليمي ومن أجل إثبات، لأن النصوص المنظمة وضحت هذه المسألة ديال أنه إذا كان التصوير من أجل إثبات فساد وتقديم العدالة أو تقديم التحقيقات فهذا الأمر لا يمنع أن يتم التصوير. فالإدارة ديال المستشفى محمد الخامس أو سائر الإدارات العمومية اللي ممكن تمارس هذا الشطط فينبغي أن تحترم القانون، وينبغي أن تحترم دستور المملكة، وينبغي أن تحترم قبل كل شيء المواطن، لأن هذا يعتبر شطط في استعمال السلطة. وشكراً.